السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ممكن يكون الفيديو هينزل في وقت متأخر، أنا آسف جدا لحضراتكم، ولكن أنا غلطت في الفيديو اللي فات وقلت إن هما 6 جولات، هما 3 جولات فقط، وتم تحديد المركز الأول من كل مجموعة وأفضل 5 في المركز الثاني للتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023. طبعا قلت الفيديو اللي فات إن في عندنا 13 منتخب تأهلوا أصلا، اللي هو الصين البلد المضيف لكأس آسيا تحت 23، آسف، لكأس آسيا 2023، ومعاها أستراليا وعمان وإيران والعراق وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا والإمارات ولبنان. دول 13 منتخب متأهلين من قبل كده أصلا. طيب المنتخبات بقى اللي تأهلوا من عندنا من المجموعات، طيب أنا عملت فيديو كامل نتائج مباراة الجولة الثالثة، مش محتاجين نعيد الكلام ده تاني، هسيبهولك في الأي من هنا. هقولك على طول المنتخبات المتأهلة. الأردن تأهلت كأفضل كمركز أول لمجموعتها في المركز الأول، كان عندها 9 نقاط، وتأهلت إندونيسيا في المركز الثاني بأفضل تواني. فلسطين تأهلت كأفضل أو كمركز أول، يعني تأهلت مركز أول في المجموعة بي. الفلبين كان عندها 4 نقاط فما تأهلتش كمركز تاني من أفضل التواني. يعني المجموعة سي تأهل منها أوزبكستان مركز الأول وتايلاند المركز الثاني من أفضل التواني. المجموعة دي تأهل منها الهند مركز اول وهونج كونغ كمركز تاني من افضل تواني. المجموعة اي تأهل منها البحرين كمركز اول وماليزيا تأهلت كافضل مركز تاني. المجموعة اف الستة تأهل منها طاجيكستان كمركز اول وقرغيزستان كافضل مركز تاني. يبقى احنا عندنا المتأهلين 11: قرغيزستان، طاجيكستان، ماليزيا، البحرين، هونج كونغ، الهند، تايلاند، اوزبكستان، فلسطين، اندونيسيا والاردن. متابعين الكرام، هقول لك البطولة بعد كده هنبقى نعمل عنها فيديو بإذن الله تعالى عند اقتراب موعد البطولة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.